وأخيرا غتوجدي أسهل وألذ مربى صفرجر مع شرح من ألف إلى الياء بالتفصيل وبلا تعقيدات، ولا مواد حافظة ولا ملونات، والمذاق روعة، والأهم كيوجد في وقت قياسي وجد اقتصادي. لهذا سيدتي تبعي معنا الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة ما تنسوناش من لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم محتوى مع اليوم اللي يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السويرية. وللتذكير فقط درت معكم في الحلقة الفارطة كيفاش نرقدوا السفرجل أو نصبروه لمدة سنة كاملة مع طريقة التعسيل ديالو. لهذا اليوم قررت ندرج معكم كذلك مربى السفرجل ناجح مليون بالمئة. ونصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله المكونات والمقادير وطريقة التحضير. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معنا الطريقه اللي كندرجتها معكم في طريقه ديال نقيه ديال السفرجل اللي كتجينا ساهله وسهل منها ما كاين يعني بلا تعقيدات وما كيعصرش معنا السفرجل كيف ما كنعرفوا تيكون شويه قاصح. اول مرحله كناخذوا الكميه اللي غادي نستعملوها في المربى او الكونفيتير ديال السفرجل كنوضعوها في واحد الطنجره ديال الضغط. الا كان الماء ساخن درنا الماء ساخن غادي نسدو عليها غير تصفر الصفاره كنطفيو عليها وكنبردو داك الحبات السفرجل بالماء. والا كان الماء بارد من الاول غادي نسدو عليها كذلك في الطنجره ونخليو حتى تصفر لينا الصفاره. من بعد ما كتصفر لينا الصفاره تنتسناو عليها دقيقه. منين كتمر دقيقه صافي كنحلو عليها. هادي ماشي كنطيبوه غير كنهرسو فيه داك الجهد ديال القصوحيه ديالو كيكون يعني قاصح وصعيب باش نقيوه او نقشروه او نقطعوه تيكون قاصح. هاد المرحله هادي كندرجها معكم في طريقه ديال التصبير او تخزين السفرجل لمده سنه كامله. وغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال الفيديو الفريط اللي كنا حضرنا فيه تصبير او ترقاد السفرجل لمده سنه كامله. هذه المرحله الاولى باش كتسهل علينا التنقيه ديال السفرجل. المرحله الثانيه بعد ما دازت ليا تقريبا دقيقه غير صفرات ليا الكوكوط دقيقه طفيت عليه وحيدته من الماء وضفت ليه الماء بارد باش كيطفى ليا وكيبرد ليا وما كيبقاش مستمر في النضج ديالو يعني في الطياب ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا التنقيه ديالو كتجي من اسهل ما يكون. وبهذه الطريقه هذه هي اللي كتخلينا نزعموا عليه وما نتكاسلوش. كيف ما كتشاهدوا معايا كيتقشر لينا بكل سهوله. انا غنخليه حتى يبرد ليا تماما شويه باقي سخون وغادي نقشرو بكل سهوله كاننا كنقشرو التفاح او الاجاس. غنخلي تيبرد وندوز نمر معكم العناصر اللي كنحتاجو في المربى. عندي هنايا عويد ديال القرفه بلديه ولا روميه يعني اي نوع ديال القرفه غير ما تكونش غبره. عندي عويد ديال القرفه اللي كينسمها وكيعطيها واحد النسمه لهذا المربى رائع جدا. وعندي هنايا السكر على حسب الكميه ديال السفرجل. انا احتاجيت هنايا كيلو ديال السفرجل غندير فيه 700 غرام ديال السكر 700 حتى 800 غرام ديال السكر. وعندي هنايا كاس ديال عصير الليمون درت انا هنا غير الماندالين مع انه هذا وقته متوفر درت ثلاث حبات ديال الماندالين اللي عصرتهم عطاوني كاس من عصير الليمون برتقال. وعندي هنايا حبه حامضه وحده اللي عصرتها وعطاتني تقريبا ما بين ربع كاس حتى لزايده شويه يعني حبه الحامضه كنعصروها كتعطيني هذه الكميه. عندي كاس ديال البرتقال نص كاس ديال عصير الحامض و700 غرام ديال السكر. ممكن تزيدوا على داك 700 غرام تزيدوا واحد الكاس يعني كيلو قل ربع ديال السكر في كيلو ديال السفرجل. كناخذ الطنجره ديالي صافي فقط هادو هما المكونات ما كاين لا ملونات ولا مواد حافظه. كندير هنايا السكر هذه اول مرحله قبل ما نبدا نقطع فيه باش هاد السكر ديالي كيدوب ليا في داك كاس ديال البرتقال وفي داك نص كاس ديال الحامض. كنضيف هنا 700 غرام ديال السكر كاس ديال الليمون اي البرتقال ونص كاس ديال عصير الحامض. وكذلك هاد الشرائح ما كاينلاش انا درتهم غير باش تشوفوا شنو عصرت الحامض والنوعيه ديال البرتقال. حتى هما كنزيدهم وكنزيد داك عويد ديال القرفه. الا كانت عندكم قرفه بلديه ديروا غير هاد العويد هذه بلديه ولا كانت الروميه كديروا يعني جوج حتى ثلاثه ديال العويدات ديال القرفه. كنحرك الكل جيدا وكنوضعو جانبا قدامي وانا كنقي السفرجل. يعني هذه المرحله خاصها تكون قدامكم حيت الحبه اللي نقيتها وكنغسلها كنوضعها يعني في هذا السكر
وفي هذا الحامض والليمون كيف ما كتشاهدوا معايا كيتنقى بكل سهوله. كندير واحد الطويسه ولا شي اناء فيه الماء باش كنشللو من داك الترسبات اللي تيكونوا في قلب حبه ديال السفرجل. كيف ما كتشاهدوا معايا كيتنقى بكل سهوله. الطريقه اللي كنديروه في طنجره الضغط هي اللي كتسهل علينا. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نقيه كله هو من القشره ديالو وغنمر الان العمليه التقطيع. لكم الاختيار، ممكن تقطعوا على الطريقه هذه شرائح اللي يكونوا رقاقين رقاق رقاق بحال شيبس، ويمكن لكم تحكوه في الحكاكه الغليظه يعني شدوا كلها. يعني ملي كنقطع داك السحبات السفرجل على اربعه وكنقيها كنشد كل وحده وكنحكها في الحكاكه الغليظه، يعني البلاصه الغليظه كاع عندنا الدرجه الغليظه اللي كتكون عندنا في الحكاكه. انا فضلت انا نقطعوا لهاد الطريقه هذه، وانتم لكم الاختيار. كنقطعوا شرائح يكونوا بقدر الامكان نرققهم شحال ما رققتهم باش كيسهل عليا في النضج، وحتى المنظر ديالو كيجي رائع وكيجينا يعني خاطر وملبي وطايب مزيان وما كياخذ ليناش وقت كثير في الطهي ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي، غنقطعوا من شرائح رقاقين رقاقين، وكيف ما قلت لكم ممكن تحكوه في الحكاكه الغليظه يعني الجهه الغليظه كاع وتحكوه فيها، ماشي الجهه الرقيقه غير الجهه الغليظه وتحكوا فيها هاد الحبات ديال السفرجل. بالنسبه للقشره لكم الاختيار، ممكن تنقيوه ممكن تخليوها، ولكن من الاحسن من الافضل تحيدوا لي داك القشره، ما كتعطيش واحد المنظر جميل في المربى. بعد ما كملت الكميه كلها هي اللي عندي، تبارك الله ما شاء الله راه كيلو تيعطينا الخير والبركه. ملي كنقشروا على هذه الطريقه هذه يعني كنقيه وكنقطعوا رقيق رقيق، كنوضعوا مباشره في الطنجره ديالي اللي كنت حضرت من قبل في اللقيسه اللي كنت انا كنقطع فيها. درنا 700 غرام السكر، كاس ديال البرتقال، ونص كاس ديال الحامض، عويد ديال القرفه للتنسين، وصافي هادشي اللي درنا. ممكن الا بغيتو اللي ما كيبغيش القرفه ممكن نسم بالفاني او بالقرنفل. انا القرنفل غادي نضيف واحد الطريقه واحد القريصه حتى كيقرب ينضج ليا. كيف ما يمكن لكم تنسموه واحد جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، لكم الاختيار وحسب المتوفر عندكم. كنحرك الكل جيدا مزيان مزيان، مباشره كنديرو طيب، ما كنخليه لا يبات ولا يرتاح ولا حتى شي حاجه، مباشره كنديرو طيب. كنشعل عليه النار متوسطه يعني عادي، وكنخليه بيد ما كتطلع داك الغليه الاولى كتبدا تبان لينا هاد الكشكوشه. كناخذ واحد المغرف وكنبقى نحيد داك الكشكوشه بشويه بشويه. على العموم راه ما كيدير ليناش داك الرغوه كتكون صفراء من الفوق بزاف، يعني هاد الرغوه كترسب من الليمون وعصير الليمون وعصير الحامض، والسفرجل ما كيعطيناش هاد الرغوه الا طيبناه يعني غير بوحدو ما كيديرناش هاد الرغوه، ولكن ضروري من نحيدو هاد الرغوه باش ما كتعطيناش المروره واحد النكهه كتجي يعني غير مرغوب فيها في المربى ديالي. كنخلي يعني كنبقى نحيد هاد الكشكوشه بشويه بشويه وهو على نار مهيله. كنخليه تقريبا بعد ما كنحيد الكشكوشه كنخليه تقريبا 15 دقيقه 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه وعلى نار مهيله، ما نزهدوش عليه النار باش ما يشربش لينا وكيجينا يعني باقي مرطب، وما نسدوش عليه يعني ما نغطيوش عليه نهائيا باش ما يدير ليناش الماء. ضروريه هذه المرحله هذه. كنبقى مره مره ندوز نطلع الطنجره ديالي ونقلب. كيف ما شفتوا معايا زدت واحد الطريقه واحد راس معلقه يعني ربع معلقه صغيره ديال القرنفل مطحون، هذه كاضافه الى بغيتوها كتعطينا واحد النكهه رائعه جدا لهاد السفرجل. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نحرك فيه نحرك فيه، كنخليه لمده يعني ملي كنحيد الكشكوشه كنخليه 15 دقيقه. بعد ما كدوز ما بين 15 او 20 دقيقه وكنحصل على هذا اللون هذا اللي مذهب رائع جدا بدون اضافه مواد حافظه ولا ملونات، يعني كتوليو عندي داك الشرائح شفافين تيوليو شفافين، ونبقى نضغط عليهم بالاصبوع ديالي كيجيونا رطبين يعني بحال طايبين نص طيبه يعني كيرطابوا لينا ما كيبقاوش كازين. كنجيب الخلاط الكهربائي او الميكسور وكندير هنا نصف الكميه، يعني الا بغيتوه كله معجون واحد يكون مربى يعني جاري غطحنوه كامل، بغيتو يكون متساوي يعني ما بين وبين فيه شويه ديال الطريفات وفيه شويه ديال كونفيتير معجون هكا كيف ما ظهر لكم في الصوره في الاول ديال الفيديو، غديروا هذه الطريقه. غطحنوا غير نصف الكميه، كنطحن انا نصف الكميه ثم كنرجع ردها للطنجره على نار مهيله. هاد المرحله ملي كنرجعها على الطنجره كنخليه تقريبا 10 دقائق، في الاول 15 دقيقه حتى ل 20، وفي التالي منين كنضيف داك المربى اللي طحنت كنخليه 10 ديال الدقائق، كنقلبو واحد شويه وكنخليه ما نخليهش حتى ينشف ليا تماما، لان من بعد كيف ما كتعرفوا السفرجل غيزيد يعقد او يجمد، يعني كنخليه شويه هكا ملبي فيه داك الماء ديالو واحد شويه. ملي كنديرو في القريعات راه كيعاود يجمد لينا، ماشي بحال الكونفيتير انواع الكونفيتير الاخرين، يعني نخليه شويه جاري واحد شويه او جرى من هكا واحد شويش. كيف ما كتشاهدوا معايا انا طحنت نص كميه ونص كميه
خليتها. كيف ما كتشاهدوا معايا كنجيب هنايا واحد القرعه اللي تكون معقمه، يعني معقمه راكم وليتوا عارفين شنو هو التعقيم، غير تكون ممحيه مزيان ما فيهاش ولا قطره من الماء، لان الكونفيتير صيبنا كميه كبيره او صغيره غادي نخزنوها غيبقى لينا تقريبا واحد الشهر او 15 يوم او حتى اسبوع، قرعه تكون ممحيه مزيان لانه خالي من المواد الحافظه. كنخويه في القريعه ديالي وهو ساخن، ما نخليهوش تيبرد، الا كنحتفظوا به مده طويله نخويه في القرعه وهو ساخن جدا جدا، كنخويه في واحد القرعه حتى كنعمر حتى اللافه، ما نخليش واحد ليسباس بزاف باش ما كيكونش تما كاين الهواء بيناتهم. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي من اروع ما يكون، كنسد عليه هنايا بواحد الغطايه مزيان مزيان وتنقلبوا، هذا الا كان ساخن ونحتفظوا به مده طويله، كنقلبوا كنخليه فوق سطح العمل حتى كيبرد على خاطرو، عاد كنرد القرعه لعادتها العادي، يعني كنقلبوا عادي ونحتفظ فيه في البلاكار او في الثلاجه. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو المربى ديالنا، كيجي من اروع ما يكون، والطريقه راها سهله، ونتمنى الشرح يكون واضح والصوره واضحه، وتجربوه وتردوا عليا الخبر في التعليق. كيجي من ألد ومن اروع ما يكون، وهذا وقته علاش لا ما نستغلوهش كيف ما صبرناه او علبناه درناه لمده سنه كامله للتويجنات او نعسلوه، كذلك نصيبوا منه اروع واسهل وانجح كونفيتير كيجي من ألد ما يكون. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم. كيف ما كتشاهدي معايا سيداتي، يعني ما درنا فيه لا منكهات ولا ملونات، كل شيء طبيعي وكل شيء ان شاء الله يكون متوفر عندك في البيت، كيجي من اروع ما يكون، غير جربيه وردي عليا الخبر في التعليق. واخيرا غتوجدي اسهل وألد مربى صفرجل مع الشرح من الف الى ياء. نتمنى نكون شرحت يعني وصلت لكم الفكره ديال النجاح واسرار ديال الصفرجل، كيجي من اروع ما يكون، يعني واحد المربى اللي غادي ديريه وتعاوديه وديريه وتعاوديه وترحميني عليه. شكرا لكم المتابعه، كنتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوناش ملي لايك للتشجيع فقط، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.